اسم تكتلكم تكتل الاعتدال اليوم كان مأخذكم على هذه الجلسة، أنه في تمديد لمدير عام شيعي وما في تمديد لمدير عام سني. شو صار بهذا الموضوع؟ لا ليه هيك؟ لا مش قصة تمديد شيعي وسني، لا العكس، نحن طلبنا تمديد لأنه ما في بديل وخايفين من الفراغ. يعني لواء عباس إبراهيم أثبت كثير من النجاح وصار على مستوى حل كثير من الأزمات. نعم. بحكمته بإمكانياته، بالعكس دوره مطلوب والتمديد له بمحله كفوق وبيستاهل. اللواء عثمان سمعه وقت، بس لأنه بتعرفي بالبلد في خوف، كان في هاجس عند الشباب أنه بيسوى كمان اللواء عثمان يتمدد له شوي لأنه نعم. عنده إمكانية وبعده الشاب وهيك ما في أي. حتى تمنينا على كل المدراء نحن حتى اللواء صليبة كمان يتمدد له لأنه خايفين. صرنا الفعل مثل ما قلتي قبل شوي لا رئاسي ولا حكومي. نعم. ولا مجلس نيابي، هلأ كمان أجهزة أمنية، صارت القصة بتخوف. طلبنا هالطلب وكان نازل على جدول الأعمال، بس يبدو ما في جلسة. بس يبدو ماشي الموضوع من دون تمديد لباقي الرؤساء الأجهزة الأمنية. ما في يمشي مع اللواء عباس، ما في إمكانية قانونية. عم بيصير في محاولات، ما بيصير في محاولات مع وزير الداخلية عبر يمكن تخريجي معين. لو كان عسكري، لو كان عسكري كان في مجال. لو كان، بس اللواء عثمان عنده إمكانية لأنه عسكري. نعم. بس هو مدني، بالتالي لازم يكون في قانون تشريع بهالموضوع وتمديده. بس يقال انه ماشي الموضوع، حتى الحكومه ما بتزبط. بس يقال انه ماشي الموضوع وفي وعد انه وزير الداخليه يمضي او رئيس الحكومه كمان متعهد هيدا الموضوع. هلا بيكون بيصير مثل الفتاوي الممكنه، بتمنى منه غلط، يعني اهم شيء ما يفضل محل. لأنه بتعرفي بالأزمات الأساسية كان اللواء عباس إبراهيم رجل المهمات الصعبة وجهاز ناجح. وهلأ اليوم نحن بمنا بحاجة لمشكلة، بحاجة لحلول ولتعبية الفراغ ولتسويات ولا إن شاء الله يلاقوا لفتي. أنا معلومات اللي امبارح كان في استحالة، كنا على أمل أنه يجي التيار الوطني ويحضر الجلسة ويصير في انتخاب يعني أو في قانون تمديد. نعم. طيب حضرتكم دايما على تنسيق دائم مع الرئيس نبيه بري. اليوم طارت هيدي الجلسة التشريعية وما فيها بس قانون التمديد يعني للمديرين العامين، فيها موضوع الكابيتال كنترول، فيها مواضيع كانت أساسية. 81 جلسة، 81 بند. نعم. كانت فضفاضة بصراحة 81 بند، لأنه لقلك بحكم القانون كل قانون معجل مكرر لازم ينزل على أول جلسة مجلس نيابي. نعم. مجبور رئيس بري والمهيئة المكتب تنزلهم، مش نعم. لأنه هو بس اللي شافه بغض النظر بعيد. إذا أقروا أو لا، بس لا. لازم يفرجوا على الجدول حكما نعم. هذا بالنظام الداخلي تبع المجلس نعم. النيابي. هلأ وطلعت الصرخة أنه كمان يعني 81 في منه مستعجل، في منه مش مستعجل. نعم. في منه عمل شوية تسوي أنه أنا لحد 10-11 بند فينا هوي المهمين الأساسيين. اليوم لبنان القوي رفض الحضور حتى يمكن لو كان بند واحد لأنه قضية مبدئية وبده يضغط على انتخابات الرئاسية. بس ليه برأيك كان أول شيء عم بيقول أنه هو بيحضر بحال البنود الضرورية جدا يعني، وحتى الوزير جبران باسيل قاله. شو اللي غير؟ بعتقد زيادة الضغط لانتخاب رئاسة الجمهورية. يعني عم يستعمل موضوع التشريع لحتى يكون على زيادة الضغط، أو هي المزايدات المسيحية سعادتك اللي عم بتصير، ومثل كأنه الوزير جبران باسيل عم ينجر وراء قرارات رئيس حزب القوات سمير جعجع، يعني عم يكون محرج كثير. لا ما بعتقد هالقد فيها التناغم وفي للود قضية بيناتهم. لا ما هو ما في تناغم بس مش يعني عم ينجح. إذا بدك من باب أنه هي ليكي بصراحة فيها إحراج للتيار الوطني إذا قاطع يعني شوي بالجو المسيحي. مع العلم أنا بخلفهم اثنينهم بكل صدق وصراحة، نحن عنا مبدأ فصل السلطات. نعم. يعني اليوم أنا إذا بدأت عطل رئيس الجمهورية وبعد شوي عطلت الحكومة وبعد شوي عطلت المجلس النيابي، طيب تظلت هالبلد من كل شيء، شو منعمل؟